الرحمن قد نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشد. شأن الوالد عظيم في القرآن الكريم، ذكر الله تعالى الوالدين والأبوين. إذا ذكر الله عز وجل البر ذكر الله تعالى الوالدين، لأن الأم أحق بالبر. من أحسن الناس بحسن صحابة؟ أمك ثم أمك ثم أمك. ويوسف عليه السلام تعظيما لشأن يعقوب عليه السلام قال رفع أبويه ولم يقل والديه. الأب أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. الشيخ في قصة موسى عليه السلام بنلقى بعد ما تم التضييق عليه في مصر توجه تلقاء مدين. مسألة الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان. أيوة نعم، سبحان الله، ده هدي النبيين والمرسلين. وموسى عليه الصلاة والسلام لسه ما جاءه الوحي، مش كده؟ لسه ما جاءه الوحي، ولكن مع ذلك هاجر. لما جاءه الوحي بقت الهجرة بتاعت الهجرة النبوية لموسى عليه السلام اللي هو مشى لفرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، مشى دعاه من الله سبحانه وتعالى. وبعد ذاك هاجر مع بني إسرائيل، أخرجهم من فرعون للأرض المقدسة، لكن ضرب عليهم التيه لما خالفوا أمر الله تعالى، اللي هو بني إسرائيل خالفوا موسى عليه السلام وأمر الله تعالى، فخرج منها خائفا يترقب، لأنه الرجل قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شوف سبحان الله، الله قال جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هناك في سورة ياسين قال جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قالوا ده جاء مختفي متخبي، عشان كده جاء رجل من أقصى المدينة، زي أقصى المدينة خبته كده دارته، هناك جاء من أقصى المدينة رجل، ده جاء ظاهر واضح. ايوه، بعدين قالوا العرب بيقدموا دائما المهم في الموضوع، المهم هناك في الموضوع انه دعوة الرسل وصلت أقصى المدينة، عشان كده جاء من أقصى المدينة رجل، والمهم هنا هذا رجل، رجل بمعنى الكلمة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء حد قطع الاجتماع وجاء، بعضهم قال ده والد آسيا بنت مزاحم. أيوة نعم. فقال له موسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يتلقب، دعا الله لجأ إلى الله عسى ربه يهديني سواء السبيل، ربنا طواله وداه مع مدين. لا برضو بيديك إنه المسلم لا بد إنه يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في كل خطوة، تستعين بالله في أمورك كلها، إذا لم يكن عونه من الله للفتى فأول ما يجني عليه كان. عشان كده لما تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ناداه منادي من السماء، هديت وكفيت ووقيت. بسم الله هديت توكلت على الله، كفيت من يتوكل على الله فهو حسبه، لا حول ولا قوة إلا بالله وقيت، لأنك اتجرأت من أي حاجة، لأنه من توكل على شيء وكل إليه، أنت اتجرأتها، القوة كلها عند الله والحول بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. بعد ذاك بنلقى أنه لما توجه تلقاء مدين، لما وصل لورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، وجد من دونه امرأتان تذودان. نعم، امرأتين تذودان. امرأتين تذودان. أيوة. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا لا لا. الأصل في المرأة إذن القرار في البيت. أيوة نعم. هاي. فهم قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير يعني جاهن قعدات برا، كان عنده عذر في مسألة لأنه ما عندهم رجل يعني. أيوة. غير أبوهم، وأبوهم ما بيقدر يجي، شيخ كبير وجاب كل أدب، وبيقوا بعيدين، بل حتى بيزحوا في الغنم عشان الغنم ما تمشي بعيد، تضطرهم يمشوا بعيد قدام الرجال يلموا الغنم عليهم. فسبحان الله، يعني فعلا المرأة الحياة والأصل القرار، مش كده؟ الله قال للنساء النبي عليه الصلاة والسلام وقرنا في بيوتكنا، تقرأ وقرنا في بيوتكنا، قرنا القرار في البيت يعني. لكن ما معنى المرأة ممنوعة من الخروج نهائي؟ ما ده بيفسروا لنا الصحابيات، لكن للحاجة للشيء، طبعا ما حنقول للضرورة أيوة، ولا للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، يعني بقدر ما يعني تحتاج، هي ما ممنوعة، لكن إذا خرجت تخرج بالضوابط الشرعية.
عندنا في برضو في 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 القصة بنلقى بعد سقى لهم موسى رجعوا البيت، جاءته إحداهما تمشي على استحياء. نعم. مسألة الحياء عند المرأة مسألة مهمة جدا كانت عرضنا لها، لكن هنا تمشي على استحياء، يعني ربنا مدح بهذا الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا كان دل الرجل كيف دل المرأة؟ أيوة. قال دعه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عندها معنيين يا شيخنا هنا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني الحاجة اللي ما فيها حياة عملها طوالي، والمعنى الثاني وعيد تهديد، إذا ما استحيت تسوي الدار تسويه بعدين تتحمل العاقبة والنتيجة. أيوة نعم، يعني إذا ما منعك الحياة من إيه معناه خلاص ما في شيء بيمنعك. أيوة صحيح صحيح سبحان الله. لما سيدنا موسى أو لما رجعوا لأبوهم ومعهم موسى عليه السلام قص عليه، قال له قبل ما يقص عليه يقص عليه القصص قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بنجي لمسألة هنا في البلد دي كثيرة جدا، مسألة المجازاة بسرعة، يعني إنه العامل مفترض يجازى. أيوة طبعا في حديث أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، الحديث ده كثير من أهل العلم ضعفه وإن كان في محسن في صحيح الجامع، لكن عندنا صح منه صحيح البخاري. ثلاثة كنت خصم أو أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فوفاه حقه ولم يعطه أجرته. خصيم النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة كبيرة دي. نعم. بنلقى بعد ذاك موسى عليه السلام لما جاء قص عليه القصص قال لا تخف، قال لا تخف. مسألة الاستماع، نحن عندنا في المشكلة في إنه الزول ما بيسمعك، قبل ما يسمع كلامك أو بيسمع عنك لكن ما بيسمع منك. أيوة سبحان الله، عشان كده في أدب الحديث وأدب السماع. في سورة يوسف الملك قال ائتوني به، قال ارجع إلى ربك. شوف الملك ما ائتوني بها في شيء من الاستعلاء مش كده، قال ائتوني به، قال بس ما جاي، أي ما جاي، قال ارجع له. ثاني المرة جاء قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. الله قال فلما كلمه، قالوا فلما كلمه الملك أو لما كلمه يوسف عليه السلام، فلما كلمه الملك أعجب بحسن الإصغاء، ولما كلمه يوسف أعجب بحسن العبارات. نعم، وده الفرق بين الرجال والنساء. هناك النسوان لما رأينه أكبرنه، هنا لما كلمه، هناك لما رأينه النسوان بيعمل بنظري الحاجة الشاهدنا. الراجل مفترض يسمع. أيوة صحيح، تسمع الكلام من جميع الجهات عشان بعد ذاك تقدر تحكم في هذه المسألة. بنلقى برضو قال لا تخف، مسألة إنه يا أخي المسلم مفترض يطمئن أخوه. أيوة نعم صحيح، يعني هنا طبعاً وبعدين قال لنا جوت من القوم الظالمين، أول حاجة أيدوا إنه الجماعة دي ظالمين، يعني أنت لما تأيدني في كلامي بقول لك أنا ذاتي برتاح مش كده. صح. أيوة وطمأنوا لا تخف، يعني فرعون ما عنده سلطان هنا، دي خارج مملكة فرعون، ودي ناحية. الناحية الثانية يعني إن شاء الله الله ما ما ما, ما بيجي عوج إن شاء الله، أي من باب الفأل الحسن يعني. خلاصة القول: ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تخير لبناتك أزواجا صالحين، فالدين والأخلاق أساس الأسرة الصالحة. أفضل ما تتخلق به المرأة الحياء، والحياء لا يأتي إلا بخير. كتاب فيه ذكركم من الرحمن قد نزل، بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبل. به منهاج أمتنا، به نتجنب الزلل، هو النبراس يرشدنا، به نستلهم الأمل. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعلل، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا.